انا شاركت في تراي اوت كتير، بس بيجي وقت الديل ما كانتش بتكمل. كنت بستغرب اللي هو اللي حصل ليه، يعني الديل مش بيكمل. اكتشفت ان هم بيقولوا لي ان في يعني سمعة مش كويسة عنك. انا رامي فروم زيرو تو هيرو، بدأت ليك سيزون 1 يعني، بس ما تعمقتش فيها لحد ما كنت بتفرج على موسكو 5 بطولة كده شامبيونشيب، كنت بتفرج عليها ولقيت جمهور كبير. يعني ساعتها اتشديت اكتر، ان انا كنت يعني فتحت ستريم بصدفة أليكس إيش بيستريم، لقيته شايل ابنه، يعني شايل ابنه كده وبيلعب جيم رانكد مع توب 10. فاكتشفت ان هو اصلا انت ممكن تكون متجوز وتكون دي حياتك وده شغلك. فساعتها الموضوع شدني اكتر وقلت انا هحاول اخدها ككارير. ابتديت العب رانك سيزون 2 ويعني خلصت بلات لحد ما سيزون 3 نزل رانك تشالنجر. قلت هو ده التارجت بتاعي، انا هيبقى اول واحد هيوصل تشالنجر. وحرفيا كان مكتوب يعني 3 ايام على السيزون وخلاص هيخلص. يعني قعدت 3 ايام كلهم في السايبر، يعني اكتر من 64 ساعه قاعد على البي بلعب ليج، لدرجة إن أصحابي يعني أطلقوا عليا اسم زومبي، يعني اللي هو كانوا بيدخلوا يلاقوني قاعد جوه أنا مع البي سي كده من كتر ما أنا ما نمتش، يعني قاعد بلعب ليج بس. ففضلت لحد ما سيزون قفل، روحت طبعا نمت كتير قوي وقلت هبدأ سيزون 4 أجيب تشالنجر. بدأت رانكد وكنت بطري عرض أكتر كمان من سيزون 3، والحمد لله وصلتها بدري كمان. وكنت فخور جدا إن أنا أول تشالنجر مصري. بعد ما وصلت تشالنجر لقيت تشجيع مش طبيعي، كانش ناس مصدقة ان في مطر يقدر يطلع تشالنجر، يعني في الموضوع ده شجعني اكتر. بس ما كنتش اعرف لسه ان في يمكن بطولات في مصر، لسه كنت ما اعرفش حد. عرفت ان في بطولة هتتعمل اسمها بي ال جي، دي كانت اكبر بطولة في الشرق الاوسط، والحمد لله وصلنا نهائي وبلغونا ان النهائي هيتلعب في دبي مول. شفت بعد كده ان احنا مش هنعرف نسافر، بس كل واحد فينا يمكن أحبط شوية وبطلنا حتى لول شوية، لحد ما بالصدفة في أورج كلمتنا، كلمت أحسن لعيبة في مصر. الأورج دي اسمها نوبت، ويعني عملوا تراي أوت ويعني جمعونا مع بعض، جمعوا تقريبا أحسن 3 بلايرز فول رول. للأسف إلا الجنجل كان هو أنا بس، فأنا كنت بتراي أوت مع كل اللعيبة دي لوحدي. فكملت وكنت أنا مع المين روستر وكسبنا كذا بطولة. فاحنا كنا بنبذل مجهود كبير جدا، خصوصا احنا كنا يمكن سايبين دراستنا اصلا، وطبعا الاهالي بتحبطك بسبب ان يقول لك انت بتلعب وتعب دراستك بس. وساعتها انا قررت ان انا يمكن مش زي ما انا كنت متخيل، هبطل كده او هلعب في فن شوية. وبعد ما سبت انوبس يعني سمعت ان في بطولة بتأهلك للاي اس اف، دي بطوله جيمرز لاونج سمر كاب، يعني عملت تيم والحمد لله وصلنا نهائي. والنهائي كان في يعني في مطرح وزير الشباب والرياضه، وكان ساعتها وزير الشباب موجود، ودي كان يمكن كان ساعتها اكبر بطوله ليا لحد 2016. واكتشفت ان في اكتر من 3000 متفرج، يعني الموضوع كان انا كنتش مصدق اللي انا شايفه. يمكن انا كنت هموت وقت البطوله دي عشان امثل اسم مصر وبرضو اسافر اندونيسيا. ولعبنا النهائي الحمد لله وكسبنا، ان انا اخيرا همثل مصر. ولما لقيت برضو الناس نازله تتصور معايا ما كنتش مصدق اصلا الموقف ده، يعني بعد اللحظه دي قلت انا خدت قرار ان انا هكمل. بس اللي حصل برضو حاجه يعني ما سافرناش، يعني ودي كانت حاجه مؤسفه جدا. فقلت انا افضل احاول، يعني الطرح الكوميونتي كان بينسيني كل حاجه، كل حاجه وحشه ممكن تحصل، يعني لدرجه ان حتى بي ال جي ابتدت كوالفايرز بتاعتها وخلاص كانت هتقفل. لحد ما قبلها بكام ساعه تقريبا ما الريجستر يقفل، في فريق سعودي كلمني فريلو، وشاركنا طبعا في البطوله. بس طبعا الفريق معمول قبلها بكام ساعه فما كناش جاهزين اصلا للبطوله، يعني فاحنا دخلنا متاخر وقلنا نحاول احسن ما نحاولش خالص. وشاركنا في البطوله وقدمنا مستوى كويس جدا، الحمد لله وصلنا نهائي. والنهائي كان قدام فريق النصر ايفورت، وانا طبعا كان حلم حياتي اكسب بي ال جي. ولما وصلنا نهائي
بس خلاص يعني كان الجيم الاخير ما كانش كلوز، احنا كنا عاملين ستوم تقريبا، انا ثلاثه قدامي وانا بلعب الجيم، ان انا خلاص كسبت البطوله يعني خلاص الفريق كان يعني تقريبا كان في كان تقريبا 12 2 لينا، لحد ما في لقطه كده حصلت، لقطه يعني ميستيك حصلت مننا، كنت مصدوم في الجيم قلت ايه ده، هو احنا هنخسر؟ وللاسف احنا خسرنا الجيم، وانا ما كنتش مصدق يعني حتى هم داخلين يندو انا ما كنتش مستوعب ان هم هيندو الجيم، يعني حتى البطوله دي بعد ما خسرت انا اغمى عليا في السايبر، يعني حتى في حد شالني وفوقني، يعني موضوع دراما شويه، بس انا يعني مش للاسف انا كنت مصدوم، يعني انا كان نفسي اكسب بطوله قوي، بس للاسف ما حصلش نصيب ان انا دخلت 2018 جالي فريق اللي انا كنت بحلم بيه بقى، فريق اوست كورير، الحمد لله دي كانت انجح سنه ليا، لعبت مع اوست كورير، كسبنا تقريبا ما يعادل 10 بطولات او 12 بطوله، وفي ساعتها الفاينل كان في ابو ظبي، وللاسف انا كنت دايما عندي فوبيا من حوار السفر ده، عشان خلاص يعني ضيعت اكتر من 5 نهائيات، والحمد لله سافرت، طبعا ما كنتش مصدق وانا لما سافرت وانا في الطياره، كنت حاسس ان انا بحلم، دي كان اول لان ليا بره مصر، لحد ما شاركنا والحمد لله كسبنا النهائي، ويمكن دي يعني كانت انجح سنه ليا، يعني كسبنا كل البطولات وعلى راسها بي ال جي جراند سلام، يعني اللي هو ما كنتش مصدق، وكنت يعني محتاج وقت على ما استوعب، فحاسس ان انا بحلم، ساعتها خدنا بريك يعني لحد ما بالصدفه كده سمعت ان في بطوله كبيره هتتعمل غير اي بطوله اسمها نيكسات، ويمكن قالوا حتى البرايس بول بتاعتها رقم 2 مليون دولار يعني، وده يعني انا اول ما سمعت الرقم ده ما صدقتش طبعا، ده يعني انا ساعتها دخلت اتمرن والعب كل يوم، بس للاسف يعني الفريق اللي انا كنت معاه في 2018 كان جابوا جانجل تاني بسبب ان انا كنت عملت كويت يعني، فللاسف لحد ما بالصدفه كده قبلها بكم يمكن بساعتين يعني فريق اسمه دي في تي كلمني وقال لي احنا محتاجين نعمل لك تراي اوت، بس بعد ما شاركنا في نفس نكتف خدت مركز ثالث، طبعا ما كانتش دي احسن حاجه انا كان نفسي فيها، يعني خصوصا انا حتى ان توب 3 ده كان اعتبرته في الاخر ان هو كان انجاز كبير جدا، فيعني ساعتها رعد كلموني يعني شاركت معاهم في الاي سي، كنا ساعتها ده اول اختبار لينا حقيقي، يا ترى هنعرف ننافس احسن الفرق في الشرق الاوسط ولا، يعني طبعا الديفيجن 2 مش زي الديفيجن 1 خالص، في يعني فرق شاسع، لحد ما يعني شاركنا وخدنا مركز ثالث في سيزون 2، وما توفقتش معهم لحد ما سبت رعد وسبليت 3 دخلت شيكي، دخلت كصب ايوه ما شاركتش كتير، بس الحمد لله حققت البطوله الاي سي، ودي كانت اهم انجاز تقريبا، لان البطوله كانت اكبر بطوله ساعتها في الشرق الاوسط، قررت اللي هو بقى الاريبيان ليج كانت قربت تبدا، انا شاركت في تراي اوت كتير، بس بيجي وقت الديل ما كانتش بتكمل، كنت بستغرب اللي هو اللي حصل ليه يعني الديل مش بيكمل، اكتشفت ان هم بيقولوا لي ان في يعني سمعه مش كويسه عنك، وللاسف الكلام ده مش حقيقي، لان هو لو كان الكلام ده في جزء منه حقيقي حتى انا ما كانش زماني حققت اللي حققته في كاريري ده السنين اللي فاتت دي كلها، وده احبطني وخلاني يعني يمكن خدت بريكات شويه بعدت عن الكومبيتيتيف فتره، يمكن الناس نسيتني حتى، ودي حاجه كانت مضايقاني، بس خلاص انا كده كده واخد قرار ان ده كاريري كبرو بلاير انا مش هرجع فيه يعني، واثبت ان كل الكلام اللي اتقال ده غلط، ويعني سيرفر جديد يعني شابتر جديد وبدايه جديده.